عدنا والعود احمده وسنستمر في ابراز وفي اعطاء المزيد من المكتسبات لتسقط المملكه المغربيه بسبب القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله في حسم قضيه الصحراء المغربيه. الحلقه السابقه كما درنا على حسم المغرب قضيه الصحراء داخليا بالاعتماد على التنميه الاقتصاديه هذه المناطق، التنميه الاجتماعيه وتنميه العنصر البشري واللي غتلقاوها هي يمكن لكم تمشيو تفرجوا فيها وفيها معلومات جيده وممتازه. الحلقه ديال اليوم غادي نهضروا على خمسه ديال المشاريع الكبرى من مجموعه من دول القوى العالميه اللي قررت انها تستثمر في الصحراء المغربيه، وهذه الاستثمارات تهم استثمارات ضخمه جدا، وهذا الشيء اللي غادي ندوزو وغادي نشوفوه هذه الحلقه. والهدف من ابراز هذه المشاريع الكبرى هو دائما في نطاق اثبات ان المغرب حسم قضيه الصحراء المغربيه. هذا اللي غيكون موضوع حلقه اليوم. قم انا ما تمشيوش، انا ياسين وهذه قناتكم هنا المغرب. هنا المغرب قناه كل المغاربه اينما كانوا، برامج خاصة وحصرية، سياسة، اقتصاد، تحقيقات، المجال العسكري، رياضة، ثقافة، وكل ما يهم المملكة المغربية. قناة هنا المغرب، المصداقية والدفاع عن القضايا المغربية. انضموا إلينا وفعلوا خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. أولا وقبل ما نفرضوا هذه المشاريع سنعرفوا حاجة مهمة جدا، ما يمكنش لأي دولة ولا أي شركة في العالم أنها تجي تستثمر في المنطقة اللي كتعتبر منطقة ديال نزاع أو ديال الاستثمار ديالها في المناطق اللي ما فيهاش الأمن وفيها حروبات، أو أنها تجي تستثمر مشاريع استراتيجية وتحط هذه المبالغ الضخمة في المناطق الجنوبية اللي هي الصحراء المغربية. فهذا أكبر دليل على أن المغرب حسم دوليا قضية الصحراء المغربية مع أبرز القوى اللي كاينة في العالم. المشروع الأول واللي غادي نهضروا عليه هو المشروع اللي غديروا المملكة البريطانية، وهو إنشاء وحدة من أكبر الواحات ومن أكبر الحقول لإنتاج الطاقات المتجددة، واللي غادي يمد 7 مليون منزل في بريطانيا الطاقة النظيفة بواحد الكابل اللي كتعتبر أكبر كابل للربط الكهربائي في العالم، واللي كتجاوز المسافة ديالو 3800 كيلومتر. وهذا المشروع هذا قصدت ليه واحد الميزانية ضخمة جدا واللي هي 22 مليار دولار. شوفوا التقرير وشوفوا الأهداف الاستراتيجية ديال المشروع هذا. الصحراء المغربي ستضيء منازل بريطانيا، خط للكهرباء هو الأطول في العالم، سيخترق البحر ليصل إلى لندن ويعينها في أزمة طاقة عالمية، والمنبع طاقة نظيفة من قلب المغرب. تحالف بين شركات عالمية بهدف تنفيذ المشروع، وملايين ستدفع لإتمام الفكرة الكبرى. المغرب لن يصدر النفط مثل البقية، لكنه سيوصل الطاقة لمن يريد. وماذا ستكسب بريطانيا والمغرب؟ أسمته بعض الصحف بمشروع الكهرباء الخضراء، وقالت عنه بريطانيا أنه مشروع الطاقة النظيفة فيما عرف عالميا بمشروع الربط الكهربائي. القصة بدأت من محاولات بريطانيا المتكررة تقليص استهلاكها من الوقود الأحفوري والاتجاه أكثر نحو الطاقة النظيفة، ولم تجد في تلك الأمنية أفضل من المغرب الرائدة اليوم على مستوى العالم في توليد الطاقة النظيفة. ليتم الاتفاق بين الرباط ولندن على تنفيذ المشروع، إذ سيتم تدشين خط لنقل الكهرباء بطول 3800 كيلومتر ينطلق من السواحل الجنوبية للمغرب وصولا للسواحل الجنوبية لبريطانيا، ذلك بقدر 10 جيجاوات ليكون بذلك أطول خط كهرباء بحري في العالم. قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن بلاده ستحصل على مركبتين عسكريتين ستكون مهمتهم حماية الكابلات الكهربائية فقط. أما عن نقطة توليد الكهرباء في المغرب فستكون من حقل كلميم وادنون للطاقات الريحية والشمسية، ومن الممكن أن يتم الاستعانة بحقول أخرى في حال أرادت بريطانيا رفع الكمية المصدرة، حيث من المتوقع استكمال المشروع بحلول عام 2030
وحينها ستضيء كهرباء المغربي أكثر من 7 مليون منزل في بريطانيا، والتي تمثل 8% من احتياجاتها من الكهرباء، لتساعدها في الخطوة الأكبر وهي الاتجاه للطاقة النظيفة بشكل كلي. إذا كيف مشروع أخوتي المغاربة بيمكنش دولة بحجم بريطانيا تجي دير هذا النوع من الاستثمارات إلى ما كانت متأكدة 100% أن هاد الأقاليم هادو هما أقاليم مغربية وغيبقاو سيادة المغربية، وقريبا جدا ستعترف بريطانيا رسميا كاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا بمغربية الصحراء. المشروع الثاني اللي ما كيتعتبرش مشروع بل هو تحالف ديال دولة الإمارات العربية الشقيقة مع المملكة المغربية في العديد من المشاريع الاستراتيجية اللي رسمها المغرب، واللي كتهم الاستثمارات في الصحراء المغربية والاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية اللي غيديرها المغرب دول الساحل والدول الإفريقية. وهنا غادي يمكن هذا التحالف الكبير المغرب أنه يرد الأقاليم الجنوبية في معايير كبرى. وغنعاود عاوتاني نزيد نأكدو أن ما يمكنش دولة كالإمارات العربية المتحدة رغم العلاقات المتميزة اللي كتربطها بالمغرب أنها تجي تستثمر عدد ضخم من الموارد المالية ديالها في المملكة المغربية وفي الصحراء المغربية، والتحالف الاقتصادي الكبير مع المملكة المغربية. نشوفوا شوية من هذا التحالف الاقتصادي. مراسم التوقيع على إعلان شراكة مبتكرة ومتجددة ومتعددة الأبعاد يوقع الإعلان صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحضور وفدي البلدين الشقيقين. أولا، إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة في المملكة المغربية تبادلها السيد محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية والسيد محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية. شراكة استثمارية في قطاع المياه معالي نزار بركة وزير التجهيز. ثانيا، إرساء شراكة استثمارية في قطاع الماء تبادلها السيد محمد حسن سويدي والسيد نزار بركة وزير التجهيز والماء. إرساء شراكة إنمائية تبادلها من جانب دولة الإمارات. ثالثا، إرساء شراكة إنمائية تبادلها من جانب دولة الإمارات وزير الاستثمار، ومن الجانب المغربي السيد فوزي القجاع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. رابعا، مذكرة تفاهم بين أدنوك والمكتب الشريف للفوسفات تبادلها من الجانب الإماراتي وزير الاستثمار، ومن الجانب المغربي السيد مصطفى التراب المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات. خامسا، إرساء شراكة استثمارية في مشاريع قطاع الطاقة تبادلها من الجانب الإماراتي السيد سهيل المزروعي، ومن الجانب المغربي السيدة ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. ثامنا، تعاون استثماري في قطاع الموانئ تبادلها من الجانب الإماراتي وزير الاستثمار، ومن الجانب المغربي السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء. مشروع ثاني عملاق يؤكد أن المغرب حسم قضية الصحراء، ولا يمكن لأي دولة كما تكون العلاقة ديالها بينها وبين المغرب أنها توقع الاتفاقيات الضخمة الحجم هذا. المشروع الثاني واللي كيتطور المشروع اللي غادي يعطي الضربة القضية للنظام الجزائري، وغيمكن المملكة المغربية أنها تكون رائدة إفريقيا في تصدير واستيراد جميع ما تتوفر عليه دول الساحل واللي هما بوركينا فاسو والنيجر ومالي، والمغرب عطاهم الوجهة ديالو وغادي يدخل ويستثمر في البنية التحتية في الدول هذه بالشراكة مع الإمارات. وأيضا المملكة المغربية هي الدولة الإفريقية الوحيدة اللي عندها اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهادشي غيكون عن طريق ميناء الداخلة الأطلسي اللي غيحل لينا واجهة على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دول أمريكا اللاتينية. ما يمكنش الدولة المغربية ترصد استثمارات ضخمة لهذا المشروع هذا إلى ما كانت متأكدة 100% أنها حسمت هذا
هذه المسألة نشوفوا الميناء ونشوفوا الدور الاستراتيجي اللي غيقدم للمملكة المغربية والإفريقية. جسر بين إفريقيا والقارتين الأوروبية والأمريكية، بوابة المغرب نحو دول غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية عبر أوروبا، رافعته الاقتصادية والمشروع الذي سيقلب موازين القوى، مشروع ميناء الداخل الأطلسي. المغرب يطرح أضخم مشاريعه على الطاولة. مشروع ميناء الداخل الأطلسي يضم تصميم الميناء ثلاثة أحواض مختلفة جعلت لأغراض التجارة والصيد البحري، وكذلك جزء منها لإصلاح السفن. الحوض الأول يضم 694 متراً من الأرصفة بعمق 16 متراً، وخصص للتجارة مع رصيف للخدمات ومحطة مخصصة للمحروقات. الحوض الثاني جهز للصيد البحري، يمتد ل 26.1 هكتار من الأراضي المسطحة و 1583 متراً أرصفة بعمق 12 متراً. أما الحوض الثالث فهو لإصلاح السفن، يمتد على طول 207 مترات من الأرصفة بعمق 12 متراً و 11.95 هكتاراً من الأراضي المسطحة. إضافة إلى الأحواض، هناك قنطرة الربط البحري التي سيكون لها دور تحويل الجهة إلى قاطرة للتنمية ووجهة أساسية للمبادلات بين أوروبا والمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، ومنها تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين المغرب وعمقه الإفريقي. وبذلك ستكون المغرب قد نجحت في منح دفعة قوية للعجلة الاجتماعية والاقتصادية في الجهة بهدف دعم المقاولات والتشغيل والاستثمارات، وكل ذلك ضمن خطة تطمح لتحويل الصحراء المغربية إلى قطب استثماري عالمي. وحسب المحللين فإن هذا المشروع سيشكل قطباً اقتصادياً بمواصفات عالمية، كما سينهض بمكانة المملكة كملتقى للطرق الملاحية الدولية، إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه سيستقبل سفن التجارة والصيد البحري. ميناء الداخلة سيكون نقطة أساسية للتبادلات بين أوروبا والمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، وبالتالي الخطوة التي ستتمكن الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي. إذن هانتوما شفتوا المعلومة قبل ما نعاودوها، هذا أكبر دليل على أن المغرب حسم هذه القضية. ايضا فاش غنهضروا على الاستثمارات، ما يمكنش ننساو ثاني اكبر اقتصاد في العالم وهي الصين، اللي جات وعندها استثمارات كبيره في المغرب، واللي الجزائر كتعتبر وحده من اكبر الزبناء ديالها، ولكن الصين ما مشاتش للجزائر، جات للمغرب وكتستثمر استثمارات ضخمه. الاستثمار الاول وهو بناء اكبر مصنع في افريقيا لصناعه البطاريات، ويتم التصدير ديالو لأمريكا والأوروبا، وهذا جزء الأسباب. السبب الأول هو توفر المغرب على المواد الأساسية والطبيعية لإنتاج هذه البطاريات واللي يتواجدوا في الفوسفات، زيادة على أن واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم اللي هي هواوي وقعت اتفاقية لاستثمار في الأقاليم الجنوبية وإنشاء مصانع ضخمة جدا واللي غتكون متخصصة في صناعة البطاريات، ودائما بالاعتماد على الفوسفات المغربي. خليكم تشوفوا باش تفهموا مزيان شنو كنقولوا. اللي بيملك البطاريات هو اللي بيملك المستقبل. أكتر سلع الدول الكبرى في العالم بتتنافس على إنتاجها خلال السنين الأخيرة هي البطاريات، وتحديداً بطاريات السيارات الكهربائية. في آخر أربع سنين بس، وتحديداً في الفترة ما بين 2019 و 2022، في حوالي 300 مليار دولار تم استثمارهم في بناء مصانع ضخمة للبطاريات في جميع أنحاء العالم. صناعة البطاريات بقى فيها سباق عالمي شرس. الصين بتتصدر السباق ده بفارق كبير عن الجميع. الصين يا جماعة هي اللي بتهيمن حرفياً على صناعة البطاريات في العالم. البلد دي بتسيطر لوحدها على ما يقرب من 3 أرباع السوق العالمي، وده خلى مفيش مجال كبير لمنافستها على الهيمنة دي. معظم السيارات الكهربائية اللي بتتباع في أمريكا وأوروبا شغالة ببطاريات متصنعة في الصين. بدون البطاريات دي السيارات دي ملهاش لازمة ولا لها قيمة، وده بيدي الصين سيطرة كبيرة على سلسلة الإمداد الخاصة بصناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم. مؤخراً الصين اتفقت مع المملكة
المغرب على إنشاء أول مصنع ضخم للبطاريات في أفريقيا داخل المغرب. المصنع ده بحسب الكلام المعلن هيبقى واحد من أكبر مصانع البطاريات في العالم. المصنع ده لو نجح ممكن بدون مبالغة ينقل صناعة السيارات المغربية لمرحلة جديدة تماما. في 31 مايو اللي فات المغرب وقعت مذكرة تفاهم مع شركة جوشن هايتك الصينية. المذكرة دي بتتكلم على بناء جيجا فاكتوري أو مصنع ضخم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في جهة الرباط سالا القنيطرة باستثمارات إجمالية تعادل 6 مليار يورو. المصنع ده لما يكتمل بناؤه بإذن الله هيكون أول مصنع بطاريات في أفريقيا وواحد من أكبر مصانع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم كله. المغرب بقى عندها أكتر من مكون بيدخلوا في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية زي الكوبالت على سبيل المثال. المغرب بتملك احتياطي من الكوبالت حجمه بيقترب من 13000 طن متري وده بيخليها في المرتبة الـ 14 عالمياً في ترتيب الدول صاحبة أكبر احتياطي من الكوبالت. لكن الكوبالت أصلاً ظهرت مؤخراً مشاكل كتير في توفره وده رفع سعره جداً لأن تقريباً بطاريات كل السيارات الكهربائية الموجودة في العالم النهاردة فيها كميات كبيرة من الكوبالت. بطارية السيارة الكهربائية العادية بتحتاج حوالي 14 كيلو جرام من الكوبالت. في ظل النمو السريع جداً لمبيعات السيارات الكهربائية فالطلب على الكوبالت بيزيد وسعره بيرتفع وبيرفع معاه تكلفة البطارية. علشان كده كل شركات البطاريات تقريباً بتحاول تلاقي بديل أكثر استدامة من الكوبالت وغيره من العناصر اللي مش متوفرة بشكل كبير. وده ياخدنا لأكتر ميزة بتملكها المغرب في السياق ده وهي احتياطياتها المهولة من الفوسفات. المغرب بتملك لوحدها ما يقرب من 70% من احتياطيات العالم من الفوسفات. ومن حسن حظ المغرب إن الفوسفات بدأ يدخل بقوة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. إذن خش المغاربة هذا عود ثاني واحد من أكبر الدلائل على أن المملكة المغربية سمعت هذه القضية. الشق الأخير اللي غادي نهضروا عليه وهو كيتعلق بجوج الأمور ولكن كلهم كتنصب في مشروع واحد. أولا ترسيم المغرب للحدود البحرية ديالو بما في ذلك الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية وهذا اعتراف من الأمم المتحدة بأن الشواطئ اللي كاينين في الأقاليم الجنوبية فهي داخلة السيادة ديال المملكة المغربية وكانت هذه أول ضربة قاسية لإسبانيا. ثانيا مكننا ترسيم هذا الحدود البحرية أننا نخرج هذا التروبيك ضمن الحدود البحرية للمملكة المغربية وهذا غيتمكن المغرب باش أنه يستغل الخيرات ديال الجبل هذا واللي هو غير واحد من السلسلة ديال الجبال اللي كاينة في المنطقة واللي هي غنية جدا بالمعادن النفيسة والكوبالت مجموعة من المعادن الأخرى اللي كتدخل الصناعات المستقبلية وصناعة السيارات الكهربائية والصناعات الحديثة والمتطورة. خليوكم تفهموا مزيان كيفاش تم ترسيم الحدود وكيفاش المملكة المغربية السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة تمكنات قانونيا من أنها تدخل جبل التروبيك في الحدود البحرية للمملكة المغربية. ذكرت تقارير إعلامية أن احتياطات جبل التروبيك من التيلوريوم تقدر بنحو 10% من الاحتياطي العالمي، أما مخزون التروبيك من الكوبالت فيقال أنه يكفي لتصنيع أكثر من 270 مليون سيارة كهربائية، وهو ما يمثل 54 ضعف ما تمتلكه جميع الدول العالم من هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى وجود معادن أخرى مثل النيكل والرصاص والفاندانيوم والليثيوم والتي تدخل في صناعة الألواح الشمسية والهواتف الذكية والصناعات التكنولوجية المعقدة. لذلك نجد أن دول العالم خصوصا منها المصنعة للسيارات تريد أن يكون لديها موطئ قدم في المغرب من أجل استغلال هذه الثروة العملاقة. منذ سنة 2019 قامت المملكة المغربية بترميم منظومتها التشريعية واستصدار قوانين تبسط سيادتها على كامل مجالها البري والبحري، وقامت المملكة المغربية بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة للبحار والتي تعرف باتفاقية مونتينيغرو باي لسنة 1982 والتي دخلت حيز التنفيذ في سنة
1994 ووقعت عليها المملكة المغربية في سنة 2007. وصادق البرلمان المغربي في يوم 22 يناير أو كانون الأول من سنة 2020 على قوانين تؤكد فرض سيادة المملكة المغربية على مجاله الترابي كاملا، بالإضافة إلى قوانين تتعلق بمجاله البحري والتي توسع نفوذ المملكة المغربية إلى ما يتجاوز 200 ميل بحري من خط الأساس على الشواطئ المغربية. وقام الملك بالمصادقة على هذا القانون ونشر في 3 أبريل سنة 2020. وبكلمة أخرى عزيزي المشاهد، أصبحت المملكة المغربية تفرض سيادتها على 12 ميلا بحريا فيما يعرف بالمياه الإقليمية، والتي تحسب من خط الأساس في السواحل المغربية. ثم نجد 12 ميلا بحرية أخرى والتي تعرف بالمنطقة المتاخمة، وكل 12 ميل بحريا تساوي تقريبا 22 كيلومتر، يعني المنطقة الإقليمية والمنطقة المتاخمة تقدر ب 44 كيلومتر داخل المحيط. بالإضافة إلى هذا نجد المنطقة الاقتصادية الخالصة والتي يصل مداها إلى 200 ميل بحريا، يعني تقريبا 370 كيلومتر داخل المحيط. ليس هذا فحسب، بل يمكن كذلك للمملكة المغربية أن تستغل منطقة الجرف القاري والتي يمكن أن يبلغ مداها 350 ميلا بحريا، يعني تقريبا 648 كيلومتر داخل المحيط. إذن أين يقع جبل تروبيك؟ يقع جبل تروبيك بمسافة تبعد عن سواحل الدولة المغربية بحوالي 241 ميل، بينما يبعد عن أقرب جزيرة من جزر الكناري التي الآن داخل السيطرة الإسبانية بحوالي 250 ميل بحري. وبالتالي السواحل المغربية أقرب إلى جبل تروبيك من جزيرة الهيرو التي داخل جزر الكناري. هنا كنوصلوا للختام، والخلاصة ديالو راهي معرضة واضحة وباينة. الحمد لله نحن في الطريق الصحيح من أجل ماشي غير الحزم حنا هضرنا عليه، ولكن من أجل جعل هذه المناطق هذو غتلعب واحد الدور الرئيسي في الشريان ديال الاقتصاد ديال الدول الإفريقية، الشريان ديال الاقتصاد المملكة المغربية، شرايين ديال التطوير ديال المغرب من طنجة إلى الكويرة. وهنا غيكون واحد التكامل كبير بين الجهات كامل هذه المنطقة، واللي غتمكن المملكة المغربية من أنها تكون هي الرائدة إفريقيا في جميع المجالات. نتمنى أن الحلقة اليوم تكون راقتكم، ونتمنى أنكم فهمتوا كيفاش المملكة المغربية كدافع على المصالح ديالها وكدافع على الحقوق المشروعة للمملكة المغربية. كانت هذه حلقة اليوم، في انتظار حلقات أخرى إلى غتجيب السلسلة هذه. كنتمناو أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. أنا ياسين وهذه قناتكم هنا المغرب.